يقول أهل المقاتل لما اعتلت الزهراء البتول علتها التي توفيت فيها زارها نساء المهاجرين والأنصار فقالوا كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. سوف أذكر لكم الخطبة الصغرى لا لأجل الشرح لكن حتى تعرفوا فاطمة من لسان فاطمة، وأنتم مثقفون وتفهمون فتأنوا في هذه المعاني، إلا أنني أقف أمام بعضها ثم أعرج على مصيبتها عليه السلام. أصبحت والله عائفة لدنياكن، قارية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن سبرتهم فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وقرع الصفات وصدع القناة وخطل الآراء وزلل الأهواء، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا جرم والله لقد قلتم ربقتها وحملتم أوقتها وشنت عليهم غارتها فجزعا وعقرا وبعدا للقوم الظالمين. ويحهم أنا زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والصبين بأمر الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونقال وقعته وتنمره في ذات الله عز وجل. وتالله لو مالوا عن الحجة اللائحة وزالوا عن الحجة الواضحة لردهم إليها وسار بهم عليها، ولو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله لعتقله ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يكل سائره. كلامكم نور ولا يمل راكبه، ولا أوردهم من هلا نميرا صافيا رويا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يتحلى من الغنى بطائب ما يتميز على أحد ولا من الدنيا بنائل غير ري النائل وبلغة الكافل، ولبان لهم الصادق من الكاذب والزاهد من الراغب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ألا هلما فاستمع، هلم يعني اعتني كل توجهاتك، تعال بكلك يعني.
ألا هلما فاستمع وما عشت أراك الدهر عجبا وإن تعجب فعجب قولهم يعني فعلهم ليت شعري إلى أي لجئ لجأ. الذي يترك علي بن أبي طالب أين يذهب؟ ليت شعري إلى أي لجئ لجأوا وإلى أي سناد استندوا وعلى أي عماد اعتمدوا وبأي عروة تمسكوا وعلى أي ذرية ضيقوا على أي ذرية هداتهم روادهم مثلهم العليا وعلى أي ذرية قدموا فاحتنكوا أي ضيقوا استبدلوا والله الذناء وعلى أي ذرية قدموا فاحتنكوا لبئس المولى ولبئس العشير بئس للظالمين بدلا استبدلوا والله الذنا باب القوادم والعجز بالكاهل فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ويحهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون أمل عمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا هناك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون ثم طيبوا عن دنياكم نفسا واطمئنوا للفتنة جأشا وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج دائم شامل واستبداد حديث عن المستقبل والذي رآه العالم اليوم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا فيا حسرة لكم وأنا بكم وأنا تؤفكون أنلزمكمها وأنتم لها كارهون